الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بمواصلة تعزيز علاقات التعاون مع مؤسسات المجتمع الدولي الخاصة بدعم قطاعات التنمية المستدامة والتمويل. شكري يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر برلين 2 حول ليبيا تلبية لدعوة من نظيره الألماني وسكرتير عام الأمم المتحدة. ميركل تحذر من امتلاء ملاعب مباراة يورو 2020 لمنع إنشاء سلالة دلتا لفيروس كورونا. السادسة مساء الرابعة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة، تحياتي لكم. بداية هذه النشرة ستكون مع زميلي أحمد بشتو. أحمد، تحياتي لك. تحياتي لك آية ومشاهدينا، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تعزيز علاقات التعاون مع مؤسسات المجتمع الدولي الخاصة بدعم قطاعات التنمية المستدامة والتمويل. وخلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي، وجه الرئيس السيسي بإيلاء أهمية متزايدة لتوطين الصناعة والاستثمار في رأس المال البشري، فضلا عن تعزيز التمويل الموجه لمشروعات تغير المناخ والبيئة. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأنه تم خلال الاجتماع عرض جهود وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، وذلك لدعم المشروع القومي لتطوير الريف المصري في إطار مبادرة حياة كريمة على مستوى شركاء التنمية، والترويج لمستهدفات وبرامج هذا المشروع العملاق، والذي يأتي في إطاره كذلك الاستثمار في رأس المال البشري في المحافظات المستفيدة من المشروع بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات المستهدفة. أعلن مجلس الوزراء الموافقة على انضمام مصر لعضوية مؤسسة التمويل الإفريقية. وخلال ترأس رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، تم مناقشة تنفيذ 100 إجراء ضمن الخطة التنفيذية المقترحة للنهوض بالصناعة وتنمية الصادرات الصناعية، حيث أشار مدبولي إلى السعي لاتخاذ المزيد من إجراءات تحفيز وتشجيع قطاع الصناعة وتنمية صادراته أيضا، باعتبار أن الدولة تعول عليه ليقود قاطرة التنمية خلال المرحلة المقبلة، وخاصة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الجهود نحو توطين الصناعة لتقليل تكلفة الاستيراد من الخارج وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة الناتج المحلي. ومشاهدينا، وردنا الآن هذا الخبر العاجل، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية، فضلا عن استعراض مخطط إنشاء ورفع كفاءة الصوامع والمخازن الاستراتيجية على مستوى الجمهورية، وكذلك جهود الدولة لتطوير منظومة المخابز. وقد وجه الرئيس السيسي بتطوير وميكنة منظومة الصوامع والمخازن الاستراتيجية للمواد التموينية على مستوى الجمهورية، وذلك في السياق العام للحوكمة والتحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة حاليا، وبالتكامل مع التطوير الحالي
لقرى الريف المصري بما يسمح بتسهيل تخزين السلع الاستراتيجية مع انتقاء أفضل المواقع لتلك الصوامع من حيث قربها من الطرق والمحاور ومنافذ التوزيع وسهولة نفاذها إلى مجموعة الموانئ الجديدة وكافة عناصر ومنشآت البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر في هذا المجال على امتداد رقعة الجمهورية. كما وجه الرئيس السيسي ببذل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها تلبية لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة مع إتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية. أضاف المتحدث باسم الرئاسة أن وزير التموين عرض في هذا الإطار الموقف بالنسبة لمخزون محصول القمح، وموضحا أنه من المتوقع أن يشهد العام المقبل زيادة في الإنتاج المحلي في ضوء ما تم من إضافة لرقعة الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية كمشروعات توشكا وشرق العوينات ودلتا مصر. كما عرض الدكتور علي المصلحي خطة رفع كفاءة وتعظيم الطاقة الإنتاجية لصناعة الزيوت بشكل متكامل، وذلك من خلال تطوير الشركات والمصانع التابعة لها في هذا المجال، وذلك لتوفير زيت الطعام المحلي وتقليل فجوة الاستيراد من الخارج. كذلك تم استعراض جهود وزارة التموين لتعميم خطتها لرفع كفاءة المخابز على مستوى الجمهورية، وكذلك تحويلهم إلى العمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولر كطاقة نظيفة واقتصادية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ومختلف الجهات المختصة بالدولة. وفي هذا الإطار وجه السيد الرئيس بتعزيز الخطوات التنفيذية لتحديث كافة جوانب منظومة المخابز وتداول الخبز على مستوى الجمهورية بهدف تقليل الفاقد وضمان الصحة الغذائية، أخذا في الاعتبار أن هذا المشروع الحيوي يتعامل مع قطاع عريض من المواطنين. توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الألمانية برلين للمشاركة في مؤتمر برلين 2 حول ليبيا. وصرح المتحدث باسم الخارجية السفير أحمد حافظ بأن الوزير شكري سوف يؤكد خلال مشاركته في المؤتمر المقرر انعقاده غدا الأربعاء موقف مصر الثابت من ضرورة حماية سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية، وكذلك مساندة الجهود الرامية إلى تحريك العملية السياسية الشاملة بقيادة الليبيين وتحقيق انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة. أكد وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي أن مصر أبدت مرونة كبيرة في التفاوض خلال السنوات الماضية فيما يخص سد النهضة، لكنها قوبلت بالتعنت الواضح من الجانب الإثيوبي. وفي ثاني أيام زيارته الرسمية لدولة جنوب السودان، عقد وزير الري عددا من اللقاءات المهمة مع كبار المسؤولين الحكوميين، حيث أوضح أنه تمت مناقشة تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة، مؤكدا على حرص مصر على استكمال المفاوضات مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة. أضاف وزير الري أن مصر تنفذ مشروعات على الأرض في كافة دول حوض النيل والدول الأفريقية، أن المشروعات المنفذة بدولة جنوب السودان تهدف لخدمة المواطنين وتحقيق الاستقرار للأهالي. التقى السفير إيهاب نصر سفير مصر لدى روسيا الاتحادية مؤخرا مع مستشار الرئيس الروسي، وذلك في إطار ما أثمر عنه التعاون المصري الروسي من أن تكون مصر الدولة الضيف خلال الاحتفال الروسي باليوبيل الفضي لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في دورته 25 عام 2022. تأتي تلك الخطوة في إطار مزيد من تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا بعد دخول آفاق الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بينهما إلى حيز النفاذ في الفترة الأخيرة عقب تصديق رئيس الجمهورية عليها
في يناير 2021، وستتيح المشاركة المصرية في هذا المنتدى الاقتصادي الكبير لا سيما خلال الاحتفال بمرور 25 عام على إنشائه فرصا واعدة للتعاون والتنسيق بين الجانبين المصري والروسي على الصعيدين التجاري والاستثماري. نظمت وزارة الداخلية ندوة بعنوان دور المشروعات القومية في تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع، وذلك لمناقشة أهمية تلك المشروعات ودور الاستقرار الأمني في جذب الاستثمارات، وذلك بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والمختصين من مختلف الوزارات وطلبة الجامعات والكليات العسكرية وكليات الشرطة وقيادات وزارة الداخلية. نتابع المزيد. تحت عنوان دور المشروعات القومية في تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع، نظمت وزارة الداخلية ندوة لإلقاء الضوء على الإنجازات التي حققتها الدولة على كافة الأصعدة وأهمية الاستقرار الأمني في جذب الاستثمار. المحاور اللي تناولتها الندوة إن احنا نركز على انعكاسات المشروعات القومية على معدلات خفض ارتكاب الجريمة، وإن احنا نبرز جهود وزارات الدولة المختلفة في مجال التنمية وبصفة خاصة في مشروعات النقل وشبكات الطرق ومحاربة العشوائيات والمجتمعات العمرانية الجديدة. شارك في الندوة نخبة متميزة من الأساتذة والمختصين وممثلو عدد من الوزارات وبعض طلبة الجامعات المصرية والكليات العسكرية وكليات الشرطة وعدد من قيادات وزارة الداخلية. مفيش اقتصاد من غير أمن. مفيش حد النهاردة هينقل رؤوس أموال هتنتقل من مكان إلا البلد مستقرة أمنياً. هتقدر انك انت تعمل مشاريع، هتقدر انك انت تعمل تنميه، هتقدر انك انت تعمل هتقدر تعمل مستشفيات، هتقدر تبني. بدون امن ما تقدرش تعمل اي حاجه. الانجازات اللي تمت على ارض الواقع على مدار السبع سنوات السابقه هي انجازات غير مسبوقه. وحبينا نستعرض ده في الندوه ونركز عليه، وان انا برجع ده لعاملين رئيسيين. العامل الاول هو الشعب المصري العظيم اللي نزل في 30 يونيو وانقذ هويه الوطن. العامل الثاني القياده الوطنيه الواعيه، سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. على مدى جلستين دار الحوار والنقاش حول الانعكاسات الايجابيه للمشروعات القوميه على المجتمع والتوسع في تنفيذها في ظل حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد والتي تحققت بفضل جهود أمنية متواصلة، فالأمن قاطرة التنمية ونقطة الانطلاق لغد أفضل. لا شك طبعا أن الأمن ليه دور كبير قوي في تحسن قطاع الكهرباء. احنا وجودنا النهاردة كان سببه التعاون الكبير اللي كان بيننا بين وزارة الداخلية، خاصة لجنة الرصد المرئي، عشان كاميرات المراقبة اللي احنا بنعملها في المدن بتاعتنا وخاصة مدن الجيل الرابع. الدور الثاني كمان هو الدور الإنساني اللي بتلعبه وزارة الداخلية في إطار مسؤوليتها الاجتماعية وفي إطار مبادراتها الاجتماعية، من خلال توصيل حزمة المساعدات مثلا لكثير من أهالينا المستحقين في القرى والكفور والنجوع اللي بتستهدفها مبادرة حياة كريمة. وأثمرت المناقشات التي تناولتها الندوة عن أهمية التنمية في تحقيق التقدم والرخاء واستقرار الأوطان وترسيخ قيم الولاء والانتماء وخفض نسب البطالة والحد من الحوادث، مع الإشادة بجهود الدولة وخططها الطموحة في التوسع في إقامة المشروعات القومية العملاقة وصولاً للنهضة المنشودة. وتجسدت أبرز التوصيات فيما يلي: أولاً، مواصلة تكاتف وتضافر جهود كافة مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية لإنفاذ خطط التنمية الشاملة للدولة المصرية والتوسع في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة. وتأتي الندوة إدراكاً من وزارة الداخلية لأهمية المشروعات القومية العملاقة في تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع، والرغبة في أن يعرف الجميع حجم ما تحقق من إنجازات، فالأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة. فالأمن لن يتحقق بدون استقرار اقتصادي، والتنمية الاقتصادية لن تزدهر بدون استقرار أمني. لذا كانت هذه الندوة دور المشروعات القومية في تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع لتؤكد على هذا المحور الحيوي الهام. ترأس وزير الزراعة السيد القصير جلسة الاتحادين الإفريقي والأوروبي حول استخدام الحلول الرقمية في الزراعة
لمكافحة الأمراض وتعزيز المجتمعات الريفية. وأكد القصير أن مصر بدأت في استخدام الحلول الرقمية مثل كارت الفلاح والمنصة الزراعية والذكاء الاصطناعي وميكنة الخدمات. وقال وزير الزراعة إن ميكنة الخدمات التي تقدمها الحكومات للمزارعين وإتاحتها على شبكة الإنترنت تساعد في سهولة حصول المزارعين على الخدمات الزراعية. أكد رئيس هيئة الدواء المصرية على ثقة منظمة الصحة العالمية بقطاع الدواء المصري، مثمنا جهود المنظمة في دعم قطاع الدواء. جاء ذلك خلال استقبال الهيئة الدكتورة نعيمة القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية لدى مصر، حيث تطرق اللقاء لاستعراض عدة محاور خاصة بالتعاون بين الهيئة والمنظمة. من جانبها أشارت ممثلة المنظمة بدور هيئة الدواء في دعم وتطوير قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية، ومؤكدة أن الهيئة ساهمت في نجاح تجربة مصر في التعامل مع ملفات الأدوية والمستلزمات الطبية واللقاحات وقت أزمة كورونا. أهلا بكم من جديد. طرح رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مبادرة لحل الأزمة في بلاده، والتي وصفها بأنها أزمة سياسية بامتياز. وقال حمدوك في مؤتمر صحفي إن لحظة انتصار الثورة كان فيها توازن قوي أفرز انتقالا معقدا بكل مشاكله، وموضحا أن هذا النموذج يحتاج إلى خلق كتلة تتوافق على برنامج وطني. ونوه حمدوك بإنجازات عدة، منها تحقيق المرحلة الأولى من السلام ورفع اسم السودان من قائمة الإرهاب. وإلى تونس، حيث أعلن رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي أن استقالة حكومته غير مطروحة، مؤكدا أن الأولوية الآن هي إنقاذ البلاد. وفي مقابلة إذاعية قال المشيشي إنه شخص مسؤول ويتحمل مسؤولياته، مشددا على أن الأوضاع في تونس لم تنفلت من أيدي الحكومة، إلا أنه اعترف في الوقت نفسه بأن الأوضاع في بلاده صعبة للغاية. من تونس إلى العراق، حيث تواصل السلطات هناك العمليات الأمنية لملاحقة فلول عناصر تنظيم داعش الإرهابية. وذكرت خلية الإعلام الأمنية بالعراق إنها نجحت في تدمير وكرين تابعين للتنظيم بوسط بغداد، وعثرت داخلهما على أسلحة وعبوات ناسفة. في سياق ذي صلة، أكد الاتحاد الأوروبي دعمه للحكومة العراقية في جهودها لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة يملكها ويقودها العراقيون مع الاحترام الكامل لسيادة العراق. وأشار جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والشؤون الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية خلال لقائه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أكد على دعم الاتحاد الأوروبي للعراق في الانتخابات المقبلة في 10 أكتوبر المقبل، مضيفا أنه بناء على دعوة من السلطات العراقية فقد قرر الاتحاد الأوروبي نشر بعثة مراقبة للانتخابات. وعن العلاقات السعودية النمساوية، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن بلاده تجمعها علاقات تاريخية مع النمسا، ومشددا على أن الرياض تعمل على تطوير هذه العلاقات. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره النمساوي في فيينا، أشار وزير الخارجية السعودي إلى أن التبادل التجاري بين المملكة والنمسا سيشهد تطورا ملحوظا خلال الفترة المقبلة. من جانبه قال وزير خارجية النمسا إن المباحثات تركزت على بحث أزمة كورونا والمبادرات الخضراء السعودية والتعاون الاقتصادي بين البلدين وبين أوروبا. وفي الكويت، وافق مجلس الأمة على الميزانية الحكومية للسنة المالية 2021-2022. جاءت الموافقة ب 32 عضوا ورفض عضو واحد، فيما لم يصوت 30 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 63 نائبا.
عقدت الدورة 17 لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني، والدورة 6 للحوار السياسي والاستراتيجية. وأفاد بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية إنه تم بحث مجالات التعاون في إطار المنتدى وكذلك القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما أكد الاجتماع أهمية العلاقات والشراكة الاستراتيجية التي تربط بين الجانبين العربية والصينية، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. بدأت بريطانيا مفاوضاتها للانضمام لاتفاق التجارة عبر المحيط الهادئ والذي تعتبره حاسما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. بموجب هذا الاتفاق فإن الدول الأعضاء تحصل على إعفاء بنسبة 95% من التعريفات الجمركية بينها. اتفقت كل من اليابان وكوريا الجنوبية على مواصلة المحادثات من أجل تحسين العلاقات الثنائية، فيما ذكرت صحيفة ذا جابان تايمز أن كبار المسؤولين من اليابان وكوريا الجنوبية ظلوا منقسمين خلال محادثاتهم حول قضايا تاريخ الحرب وقرار طوكيو بإطلاق المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة في المحيط. وصل المستشار النائب العام إلى العاصمة الفرنسية باريس على رأس وفد رفيع المستوى من أعضاء النيابة العامة، حيث كان في استقباله سفير مصر لدى فرنسا علاء يوسف ووفد رفيع المستوى من السفارة. وتأتي هذه الزيارة لإتمام مهمة رسمية نتاج تحقيقات هامة تباشرها النيابة العامة المصرية بالتعاون مع السلطات القضائية الفرنسية المختصة. تحياتي لكم من جديد. أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد آلية مراقبة تصدير اللقاحات حتى نهاية سبتمبر، وذلك على ما ذكره مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن القرار يمهد الطريق أمام المفوضية لتمديد الآلية الاستثنائية رسميا خلال الأيام المقبلة حتى نهاية سبتمبر. وأنشأت مفوضية الاتحاد الأوروبي هذه الآلية في نهاية يناير بهدف الحد من تصدير اللقاحات من شركات الأدوية التي لا تنفذ الالتزامات للاتحاد بشأن الإمدادات، وسمحت هذه الآلية أيضا بتصدير مئات الملايين من جرعات اللقاحات المصنوعة في الاتحاد الأوروبي إلى عشرات البلدان في أنحاء العالم. وإلى برلين، حيث تلقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل جرعة ثانية من لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا بعد تلقيها جرعة أولى من لقاح أسترازينيكا، وذلك وفق ما أعلنته المستشارية الألمانية. وقال متحدث باسم المستشارية لفرانس بريس إن ميركل تلقت أخيرا جرعة ثانية من لقاح موديرنا. استقبلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين في برلين، وحيث بحث الجانبان سبل إطلاق خطة الإنعاش في مواجهة تداعيات وباء كورونا، هذا إلى جانب تقييم خطة التنمية والإصلاح التي يتبعها الاتحاد الأوروبي في ظل الجائحة. وجاء لقاء ميركل وفون دير لاين قبل اجتماع قادة الاتحاد المقرر عقده نهاية الأسبوع الجاري. كما حذرت ميركل من امتلاء ملاعب مباريات بطولة يورو 2020 للحيلولة دون انتشار سلالة دلتا من فيروس كورونا. وأعربت ميركل عن أمالها في أن يتعامل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع الوضع بمسؤولية.
للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من برلين الآن الزميل عربي مرزوق مراسل أكسترا نيوز. عربي، تحياتي لك في البداية، وماذا عن آخر التفاصيل لديك بخصوص سلالة دلتا وآخر التفاصيل والمعلومات في ألمانيا بهذا الأمر؟ آية، بخصوص سلالة دلتا الهندية التي انتشرت الآن هنا في ألمانيا بنسبة 10% تقريبا حسب إحصائيات معهد روبرت كوخ، وبدأت في الانتشار تحديدا داخل الاتحاد الأوروبي بشكل عام. حقيقة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حذرت بشكل خاص من التواجد الجماهيري المكثف داخل ملاعب كرة القدم في بطولة أوروبا لكرة القدم المقامة الآن، مما سيزيد من انتشار الفيروس بشكل عام. الحقيقة في سؤال وجه أيضا للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حول امكانيه لو كانت هي توافق على نقل المباراه النهائيه من لندن الى اي دوله اوروبيه اخرى. هي قالت يعني الفكره فكره جيده تحديدا، لان بريطانيا او انجلترا تحديدا هي منطقه تحورات للفيروسات، وفيروس وسلاله دلتا تحديدا منتشره هناك بشكل كبير. وزير الصحه الالماني اعلن ايضا بخصوص دلتا ان اي شخص هنا من ألمانيا سوف يسافر إلى حضور المباريات النهائية لكرة القدم، عند عودته إلى ألمانيا مرة أخرى يجب أن يسجل نفسه هنا في ألمانيا ويخضع لحجر صحي إلزامي لمدة أسبوعين خوفا من أن يكون هذا الشخص حامل لدلتا. هي هناك تصريحا أيضا من رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين. أرسولا فون دير لاين أعلنت النهاردة أنه تم شراء هنا في برلين 150 مليون جرعة للاتحاد الاوروبي من شركه موديرنا تحديدا التي تصنع لقاح الحمض النووي الرايبي. والجديد ايه في الامر ان رئيس المفوضيه الاوروبيه قالت انها لاول مره سوف نسمح لدول الاتحاد الاوروبي التي ستحصل على جرعات، على سبيل المثال ربما المانيا 20 مليون جرعه، دول الاتحاد الاوروبي يمكنها بعد الحصول على هذه الجرعات التبرع بها او بيعها لاي دوله اخرى في العالم. ومن المنتظر ان تقوم دول الاتحاد الاوروبي بعد الحصول على هذه الجرعات ربما بالتبرع بها الى اي دوله اخرى في العالم. بالنسبه لفيروس كورونا ايه، نسبه الانتشار الان في المانيا هي 8 لكل 100,000 مواطن، وهي نسبه قليله جدا، لذلك تم فتح المانيا بشكل كاب. ولكن التخوف حسب نقابه الاطباء الالمانيه وجامعات الاطباء ان تكون هناك موجه رابعه من المتحور دلتا هنا في المانيا. والكلام الجديد الدائر هنا في اوروبا الان هي جرعه ثالثه من لقاح فايزر او بايونتك تحديدا كجرعه معززه لذلك يعني عربي عربي كما علمت من زملائي في غرفة الأخبار أنك تقف الآن أمام مركز لقاح في برلين، يعني آخر التفاصيل الخاصة بتطور اللقاح في ألمانيا، خاصة وأنت تشير إلى الحديث عن موجة رابعة في ألمانيا بخصوص تحور دلتا الهندية. آية، في هنا في ألمانيا الآن تم تطعيم 32% من تعداد سكان ألمانيا بجرعتين كاملتين، أي أصبح لديهم حصانة كاملة 32% فقط. 82% من تعداد سكان ألمانيا تم تطعيمهم على الأقل بجرعة واحدة، ولكن الحصانة الكاملة لثلث الشعب الألماني تحديدا. الخطة التي تضعها الحكومة الألمانية عملية التطعيم تجري بشكل كامل. أحد مراكز التطعيم هنا التطعيم مستمر، هناك إقبال شديد جدا على التطعيم والجرعات متوفرة الآن في ألمانيا، ولكن هي القدرة على وجود أطباء يمكنهم تطعيم عدد كبير من الأشخاص، لدرجة أن أطباء الشركات يشاركون الآن في تطعيم موظفين الشركات بشكل سريع. ولكن كل التخوفات آية كما أشرت أيضا هي متحور دلتا في ألمانيا. إذا جاء متحور دلتا هنا في ألمانيا وانتشر في موجة رابعة في الخريف المقبل سوف تكون أزمة كبيرة، لذلك الحديث كما أشرت هو عن جرعة معززة. أوجر شاهين رئيس شركة بايونتك التي تساعدها فايزر في إنتاج اللقاح تكلم قبل ساعتين تحديدا عن إعلانه عن ربما وجود جرعة معززة، جرعة ثالثة سوف تعلن عنها الحكومة الألمانية خلال الأشهر القادمة خاصة لكبار السن، وستبدأ دورة التطعيم مرة أخرى من جديد كبار السن وما إلى ذلك، نفس الدورة التي بدأت من ديسمبر الماضي، تطعيم كبار السن مرة أخرى وبعدها فئات عمرية مختلفة وما إلى ذلك، وستبدأ الدورة مرة أخرى للتطعيم بجرعة ثالثة معززة. المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الحقيقة آية في نقطة غاية في الأهمية كنا أشرنا ليها خلال الشهور الماضية، حصلت على جرعة من لقاح أسترازينيكا الجرعة الأولى 16 إبريل الماضي، والآن حصلت على جرعة من لقاح موديرنا. السبب الرئيسي هناك توصية من الأطباء في ألمانيا خاصة من جامعة سارلاند بضرورة الخلط بين جرعة من أسترازينيكا وجرعة من موديرنا أو جرعة من بايونتك ترفع المناعة بشكل كبير، أفضل من الحصول على جرعتين من أسترازينيكا أو جرعتين من موديرنا أو بايونتك.
هي انا ليا كمان صديقه دكتوره تعمل في مستشفى الشارتي هنا اكبر مستشفى في الاتحاد الاوروبي، قالت حتى ان كل اطباء في مستشفى الشارتي حصلوا على جرعتين مختلفتين بناء على توصيه من اداره المستشفى. الامر الذي يؤدي الى رفع المناعه بشكل عام، والمستشفى الالمانيه طبقت هذا الامر حتى الان، ولكن لا توجد توصيه عامه في المانيا وفي الاتحاد الاوروبي، الامر يتم بشكل شخصي لمن يريد. هذه معلومة في غاية الأهمية، بشكرك عليها زميلي عربي مرزوق مراسل إكسترا نيوز، حدثتنا من برلين. ومن ألمانيا إلى فرنسا، حيث تواصل السلطات هناك حملات التطعيم ضد فيروس كورونا في أنحاء البلاد، حيث أظهرت بيانات أنه تم حتى الآن إعطاء أكثر من 50 مليون جرعة من اللقاحات، ويقدر متوسط معدل التطعيم في فرنسا ب 684,330 جرعة في اليوم الواحد. ينضم إلينا إذن من مارسيليا مراسلنا خالد شقير. خالد، الواضح من باريس عفوا، ينضم إلينا خالد شقير. خالد، من الواضح أن الشباب الفرنسي هم الأكثر إقبالا بين الناس على أخذ هذا التطعيم، لكن قل لي، هل معدل 684 جرعة يوميا هو معدل جيد بالنسبة لأخذ اللقاحات لتشمل معظم الشعب الفرنسي؟ تحياتي زميلي العزيز أحمد ليك ولكل السادة المشاهدين. بالطبع أحمد، يعني أكثر من 300,000 جرعة في اليوم يعتبر يعني رقم متوسط بالنسبة للفرنسيين، وبصفة خاصة أن الفرنسيين أدركوا تماماً أهمية أخذ اللقاحات للعودة إلى الحياة الطبيعية. تجولنا بكاميرا إكسترا نيوز الحقيقة أحمد هنا في العاصمة الفرنسية باريس للتعرف عن مدى سعادة الفرنسيين في الشارع، وجدنا أنهم بالفعل اختفت مظاهر الكمامات من الشارع، ولكن ما زالت وسائل المواصلات الفرنسية ودخول أي محل الشرط هو التباعد الاجتماعي من ناحية وارتداء الكمامات من ناحية أخرى. إذن الشعب الفرنسي يحاول أن يتوازن ما بين خلع الكمامات في الشارع والالتزام بها في جميع وسائل المواصلات وفي المحلات، وهذا ينبع أحمد من خوف الشعب الفرنسي نتيجة لهذا المتحور الجديد، المتحور الهندي الذي يدعى دلتا، ولهذا تم استخدام استراتيجية جديدة من قبل وزارة الصحة الفرنسية بتحديد أعداد الإصابات والقيام بحظرهم في مكان ما، وأيضا التعرف على ما إذا كانت هذه الإصابات هي بالمتحور دلتا أم لا. الأسبوع الماضي كانت نسبة المتحور أحمد 2% من عدد الإصابات، هذا الأسبوع زادت إلى 4% من عدد الإصابات. طب خالد، يعني بسبب دلتا ربما رئيس الوزراء البريطاني أشار إلى أنه بالإمكان أو يمكن العودة مرة أخرى لإجراءات الإغلاق، هل في باريس ما يشير إلى تخوفات قد تعيد الإغلاق مرة أخرى؟ لا أحمد، في فرنسا هنا كل الدلائل بتؤكد على أن الحكومة الفرنسية تسعى إلى العودة إلى الحياة الطبيعية، وذلك الهدف منها هو الحفاظ على الصحة النفسية للفرنسيين. ليس هناك تخوف ما دام هناك إجراءات شديدة من قبل وزارة الصحة. جان كاسيكس كان في جولة هذا الصباح وتحدث عن عودة بطولة تور دي فرانس أو سباق فرنسا اعتبارا من السبت القادم. إذن الحياة العادية تعود إلى الشوارع الفرنسية. شاهدنا عيد الموسيقى بالأمس، وهناك احتفال مهرجان كان في الشهر القادم، وهناك مهرجان أفينيون للمسرح أيضا في الشهر القادم. إذن الحياة الاجتماعية تعيش وضع طبيعي في الشارع، وتحاول الحكومة الفرنسية دعم الاقتصاد الفرنسي من خلال يعني الالتزام بالكمامات والعودة إلى زيادة القوة الشرائية. طيب خالد، منذ قليل حدثنا مراسلنا في برلين عربي مرزوق أن هناك نصائح طبية ربما بالخلط بين لقاحي موديرنا وأسترازينيكا، هل في باريس طبيا نفس النصيحة؟
يعني على وجه التحديد هناك توافق بين السياسة الصحية ما بين دول الاتحاد الأوروبي. فرنسا زيها زي طبعا ألمانيا وكل دول الاتحاد الأوروبي تم التطعيم بأسترازينيكا وجونسون أند جونسون وموديرنا وفايزر بايونتك. كل هذه اللقاحات هي لقاحات بالنسبة لهم لقاحات فعالة ويجب عدم الاكتراث بالكلام هنا وهناك. ولكن أسترازينيكا على وجه التحديد يتم التطعيم من هم فوق 50 عاما. أحمد بهذا يعني المصل أو هذا التطعيم عفوا أو هذا اللقاح، ولهذا هناك نوع من أنواع الحيطة والحذر من ناحية، وأيضا المصارعة لتلقي اللقاحات من قبل جميع الفرنسيين. أكثر من 80% من هم فوق 50 عاما وأصحاب الأمراض المزمنة تم أخذهم لقاح. فرنسا ترغب في تحقيق عدد 40 مليون لقاح، حتى الآن 32 مليون لقاح وأكثر من 32 مليون لقاح و 18 مليون أو أكثر من 18 مليون و 700 ألف على وجه التحديد بالجرعتين. أحمد مراسلنا في باريس خالد شقير، أشكرك جزيل الشكر. وليس بعيدا عن أوروبا، حيث قالت الحكومة الإيطالية أنها ستلغي إلزام السكان بوضع الكمامات في الأماكن المفتوحة بدءا من 28 يونيو الجاري، مع تراجع إصابات كوفيد-19 والتي تحتاج للعلاج بالمستشفى. وبدأت الحكومة الإيطالية بتخفيف القيود على نحو مطرد منذ أبريل الماضي، إذ أعادت فتح أنشطة مثل المطاعم ودور السينما وقاعات اللياقة البدنية، وسمحت بحرية الانتقالات في أنحاء البلاد. وفي سياق متصل، أعلن رئيس وزراء التشيك أندري بابيش أنه سيسمح بتسجيل الأطفال للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بدءا من يوليو المقبل. وذكر راديو براغ الدولي أنه سيسمح بتسجيل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 إلى 15 عاما للحصول على اللقاح، فيما تشترط السلطات حضور أحد الأبوين للتوقيع على موافقة بحصول أبنائهم على اللقاح. سجلت روسيا 546 حالة وفاة مرتبطة بمرض كوفيد-19، وهي أعلى حصيلة وفيات في يوم واحد منذ فبراير الماضي، وسط ارتفاع حالات الإصابات الجديدة التي ترجعها السلطات إلى انتشار سلالة دلتا الجديدة من فيروس كورونا. وأكد فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة رصد نحو 16715 حالة إصابة جديدة، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 5,350,919 حالة منذ بدء الجائحة. أما في الهند فقد أظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 42,640 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفع عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في الهند بواقع 1,167 حالة، ووصل إجمالي الإصابات إلى نحو 29,980,000 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات أكثر من 389,300 حالة. قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن السلطات البريطانية تعمل على خطط لتمكين المسافرين والذين تلقوا جرعتين من لقاح فيروس كورونا من دخول البلاد دون الحجر الصحي. وأشار هانكوك في تصريحات صحفية إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن هذا الأمر رسميا، ولكن السلطات تعمل عليها.
تتسابق دول العالم من أجل تطعيم سكانها ضد فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 4 ملايين شخص منذ بداية ظهوره في ديسمبر 2019، فيما بدأت الهند حملة مجانية لتلقيح جميع البالغين ضد فيروس كورونا، وذلك بعد تفاقم موجة ثانية قاتلة من الفيروس أودت بحياة 100,000 في البلاد. أما الصين فأعطت حتى الآن أكثر من 1,000,000,000 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ويمثل عدد الجرعات المحقونة في الصين أكثر من ثلث المجموع العالمي من الجرعات المعطى. في تلك الأثناء قالت منظمة الصحة العالمية إن ما يزيد على نصف الدول الأكثر فقراً التي تتلقى الجرعات من خلال برنامج كوفاكس ليس لها ما يكفي من الإمدادات للاستمرار في حملة التطعيم. بالتزامن مع وتيرة حملة التطعيم المتسارعة وانخفاض عدد الإصابات، تسعى بعض الدول لتخفيف قيود كورونا، إذ قالت الحكومة الإيطالية إنها ستلغي إلزام السكان بوضع الكمامات في الأماكن المفتوحة بدءاً من 28 يونيو الجاري. من جانبه أكد وزير الصحة الألماني تخفيف قيود كورونا في البلاد مع توخي الحذر في ظل الوضع الحالي للجائحة وتطورات سلالة دلتا للفيروس. في المقابل أعلنت الحكومة الكندية تخفيف قيود السفر المتعلقة بفيروس كوفيد-19 للأشخاص الذين تلقوا تطعيماً كاملاً، وسط تحذيرات من أن العودة إلى فتح الحدود بالكامل سوف تستغرق فترة أطول. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد عن اعتزام الدولة إصدار الصكوك السيادية كأداة لرهن الأصول المملوكة للدولة مقابل الاقتراض. ونقل المركز الإعلامي عن وزارة المالية تأكيدها أن الهدف من إصدار الصكوك السيادية هو خلق أداة تمويل جديدة لتنويع قاعدة المستثمرين بما يساهم في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية وتوفير المخصصات المالية اللازمة للمشروعات الاستثمارية بشكل يتماشى مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وبما يتسق مع مبادئ الشريعة الإسلامية دون رهن أو بيع أي من الأصول المملوكة للدولة. أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 842 منشأة طبية خاصة مخالفة في 26 محافظة خلال 10 أيام، وذلك ضمن حملات الرقابة الدورية على المنشآت الطبية. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة إن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بإحكام الرقابة على المنشآت الطبية والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية من خلال الحملات التفتيشية الدورية للتأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة وتطبيق سياسات مكافحة العدوى ووجود عمالة مؤهلة ومراجعة صلاحية الأدوية بها. أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة عن افتتاح الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب يوم 30 يونيو الحالي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشارت وزيرة الثقافة إلى أنه من المقرر أن يفتح المعرض أبوابه للجمهور في الأول من يوليو، وأكدت في لقاء خاص مع إكسترا نيوز أن المعرض يدخل هذا العام عصرا جديدا من الرقمنة، حيث تعقد جميع الفعاليات عبر المنصات الإلكترونية. يشارك بالمعرض هذا العام 25 دولة من 4 قارات، بالإضافة ل 1218 ناشرا مصريا وأجنبيا و 49 مكتبة لسور الأزبكية.
احنا اعلنا عن ان شاء الله اقامه الدوره 52 لمعرض القاهره الدولي للكتاب تحت رعايه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي وباذن الله بحضور دوله الرئيس الدكتور مصطفى مدبولي. هي طبعا دوره استثنائيه وان شاء الله هيكون الافتتاح يوم 30. هي دوره استثنائيه بكل المعاني الحقيقه في احداث كثيره او في تفاصيل كثيره. هو طبعا التاريخ المفترض ان هي كانت تقام في شهر يناير ولكن نظرا للظروف طبعا جائحه كورونا والظروف اللي بيمر بها العالم كله تم تأجيلها، ولكن كان في إصرار من الدولة المصرية على إقامة هذا المعرض، الحدث الثقافي الكبير الحقيقة بالنسبة لمصر والوطن العربي كله. والحمد لله يعني وفقنا جميعا من خلال وزارة الثقافة والهيئة العامة للكتاب إن شاء الله بإقامة هذا المعرض 30/6. يمكن تفاصيل متنوعة السنة دي وفي إضافات الحقيقة كثيرة جدا تماشيا مع الأحداث والتغييرات اللي تمت في العالم كله، إن كلنا نعلم إن يمكن على مستوى العالم كتير من المعارض الكتاب ألغيت أو أجلت وقليل جدا منها اللي تم ولكن بصورة مبسطة، لكن إصرار الدولة المصرية على إقامة هذا الحدث العظيم طبعا أول سبب الحقيقة وهو دعم النشر والناشرين، لأن هذه الصناعة طبعا واجهت كتير من المشاكل في المرحلة الفترة الأخيرة على مدار سنة ونص، فكان ده يمكن من أهم الأسباب الإصرار على إقامة هذا المعرض. في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة بدأت أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بقرية المرجدة بمحافظة قنا، كما تمت أعمال الرفع المساحي للقرية، فيما تم حاليا مد وتدعيم المناطق المحرومة بشارع العدس بالقرية إلى جانب أعمال الصرف الصحي بجزيرة الحمودي. في سياق متصل يتواصل العمل في مشروعات مبادرة حياة كريمة في محافظة الفيوم، حيث استمر تنفيذ في عدد من مراكز الشباب في عدة قرى، كما تجري أعمال الرفع المساحي لمواقع الوحدات الصحية بمركز إطسا. رياضيا، يواجه منتخب مصر للشباب نظيره الجزائري غدا الأربعاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بكأس العرب للشباب لكرة القدم والمقام في مصر حتى يوم 6 يوليو المقبل. حقق الفراعنة الفوز في الجولة الأولى على منتخب النيجر بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولية. استأنف فريق الأهلي تدريباته اليوم استعدادا لمباراة الترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقررة يوم السبت المقبل. كان الأهلي قد حقق فوزا مهما في لقاء الذهاب في تونس بهدف دون رد أحرزه اللاعب محمد شريف. فاز منتخب السباحة البارالمبي بخمس ميداليات متنوعة خلال مشاركته في بطولة كأس العالم والتي أقيمت ببرلين. أحرز الميداليات في كأس العالم ببرلين كل من اللاعبة آية الله أيمن، فازت بميداليتين برونزية، وحصدت ملك عبد الشافي الميدالية الفضية، بينما حصل عمرو السهاجي على الميدالية البرونزية، وحقق اللاعب أحمد حسن الميدالية البرونزية، كما حقق السباح زياد كحيل الرقم التأهيلي إلى دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو، ليرتفع عدد اللاعبين المحققين للرقم التأهيلي إلى 7 سباحين.
وفي لندن قالت الحكومة البريطانية إن سعة استاد ويمبلي ستزداد في مباريات قبل نهائي والنهائي لكأس أمم أوروبا لأكثر من 60,000 متفرج، وهذا العدد يعني أن الاستاد سيسمح بحضور 75% من سعته الكاملة في آخر 3 مباريات من البطولة التي ستختتم بالنهائي في 11 من يوليو المقبل. يستقبل استاد أرينا غدا المباراة المرتقبة بين منتخبي فرنسا والبرتغال ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري المجموعات لكأس الأمم الأوروبية 2021. تدخل فرنسا المباراة برصيد 4 نقاط بينما تملك البرتغال 3 نقاط. كما تلتقي ألمانيا نظيرتها المجر غدا في 9 مساء على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية في الجولة 3 والأخيرة من مباريات دور المجموعات في يورو 2020، وذلك في مواجهة يطمح من خلالها الألمان في استغلال الفوز 4 على البرتغال لتحقيق الانتصار أو التعادل على أقل تقدير لضمان التأهل للدور المقبل، فيما تتمسك المجر بفرصتها للوصول لدور الدور 16 من خلال تحقيق فوز كبير. توقعت أنثى فيل من حديقة حيوان بمدينة هامبورغ الألمانية أن المنتخب الألماني سيتعادل مع نظيره المجري في الجولة 3 والأخيرة بالمجموعة 6 بكأس أمم أوروبا. وقامت أنثى الفيل يشودة بسحب العلمين الألماني والمجري خارج الصندوق بحديقة الحيوان، وكانت يشودة قد توقعت بطريقة صحيحة خسارة المنتخب الألماني أمام نظيره الفرنسي بطل العالم في المباراة الأولى، كما توقعت فوز المنتخب الألماني على المنتخب البرتغالي في المباراة الثانية. ومن أخبار الرياضة إلى تذكير بعناوين النشرة. الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تعزيز علاقات التعاون مع مؤسسات المجتمع الدولي الخاصة بدعم قطاعات التنمية المستدامة والتمويل. شكر يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر برلين 2 حول ليبيا تلبية لدعوة من نظيره الألماني والسكرتير العام للأمم المتحدة. ميركل تحذر من امتلاء ملاعب مباريات يورو 2020 لمنع إنشاء سلالة دلتا لفيروس كورونا. وللمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. كنا معكم خلال هذه النشرة آية عبد الرحمن وأنا أحمد بشتو. طبتم بخير وإلى اللقاء.